لاعب النادي الاهلي كابتن احمد، هارد لك على الخساره النهارده امام سموحه. لا طبعا الحمد لله يا كابتن، طبعا النهارده ادينا اداء كويس واداء يرضي الجميع، لكن خسرنا في الاخر الماتشين اللي فات ما اديناش وكسبنا، لكن النهارده خسرنا واعتقد ان اللعيبه كلها ادت ما عليها، عملنا مباراه كبيره لكن ما كانش في نصيب في الاخر، واعتقد ان شاء الله الفتره الجايه الظروف تتحسن والحمد لله لسه متصدر، لكن اعتقد ان النهارده الاداء كان راقي وبس في الاخر خسرنا. يا كابتن احمد، يعني الشوط الاول اتفضل، الشوط الاول كنتوا مقتنعين بالاداء النادي الاهلي؟ ده اداء النادي الاهلي في وجهه نظرك؟ يعني الاداء اتحسن عن الماتشين اللي فاتوا، الاداء اتحسن عن الماتشين اللي فاتوا، لكن طبعا ما فيش في جون ضاع كتير، في بطلات كتير، لكن ما فيش نصيب، اعتقد ان الفتره الجايه تبقى افضل ان شاء الله. ان شاء الله حاسين بغياب بعض النجوم اللي كانت موجوده في النادي الاهلي انتوا كلاعيبه داخل النادي الاهلي؟ والله يا كابتن كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي لعيبه كبيره ولاعيبه دوليين ولاعيبه يعني عندها الطموح ان هي تبقى في دايما في الصداره، لكن اعتقد ان اللي غابوا طبعا لعيبه كبيره، طبعا لعيبه مميزه ولعيبه مؤثرين معانا، لكن اعتقد هي دي سنه الحياه، واعتقد ان الفتره الجايه هو ده الناس، يعني دي الناس ان شاء الله اللي هتكمل وهي دي الناس اللي هتبدا، وهو بدانا الحمد لله الاداء يبقى افضل شويه، لكن خسرنا في الاخر يا كابتن طبعا. كابتن حسام قال لكم حاجه بعد المباراه كابتن احمد؟ حسام شكر كل اللعيبه، قال لهم شكر كل اللعيبه على الاداء، لكن ما فيش توفيق في الاجوان اللي ضاعت، واحنا دخل فينا جون من شوطه في الاخر الحمد لله يا كابتن. الحمد لله. كابتن احمد شديد بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا حظ اوفر في المرحله المقبله للنادي الاهلي. اتفضل كابتن. هو طبعا مش عيب يعني اذا كان في بعض اللعيبه عندك مش موافق.